السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صباح جميل ويوم جميل وهواء عليل وجه جميل. اليوم معنا ضيوف جميلين وأهل شعر وأهل مقامات وأهل، وكذلك معنا من له باع في الاستشارات الأسرية وله مكانة في المجتمع، وكذلك كل اللي معنا اليوم هامات وقامات. فنقول لكم صباح النور والسرور والدلة اللي تفور و خذبوا عطية. فنبدأ نقول صباح الخير يا بلادي، صباح طيب وهادي وفيه الخير يزدادي. صباح الخير يا بلادي، صباحي للملك سلمان وولي عهده عظيم الشان، صباح يقهر العدوان. صباح الخير يا بلادي، وصباحي شعبنا الغالي سعودي بهمته عالي شبه طويق لهجالي. صباح الخير يا بلادي، وصباح الخير مشاهدنا على الشاشة تشاهدنا لأجل تسعد وتسعدنا. صباح الخير يا بلادي، صباح مخلص ووافي على كل الوطن ضافي يعم الخير وينشافي. صباح الخير يا بلادي، وختاما يا هلا والله على الطيب وعلى الدلة علوم وسالفة وفلة. صباح الخير يا بلادي، نقولكم صباح الخير وصباح السعادة وصباح الأمن وصباح الطمأنينة وصباح المغفرة والرحمة من رب العالمين. نبدأ بأعضائنا وضيوفنا نصبح عليهم اليوم. فبداية مع الدكتور عياد العتيبي أبو فهد. صباح الخير أبو فهد. حياك الله. صباح الخير ابو عايش جزاء. يا مرحبا، الله يصبحكم بالخير. صباح النور والسرور. وصباح الخير لابو محمد مهدي المخلص. صباح النور يا ابو نايف، الله يحييك يطول عمرك. وفي انتظار البقيه ان شاء الله ياتون قريبين هم، لكن هم احيانا نلتمس لهم العذر في الزحمه. فاليوم موضوعنا اليوم موضوع حقيقة شيق وموضوع يهم الأسرة، موضوع لها يعني كم خربت بيوت وكم تشتتت أسر وكم فسدت علاقات بسبب هذا الموضوع اللي اليوم نتناقش فيه وهو الجفاف العاطفي. ونبدأ بنصب على أبو معاذ محمد الزنغوب. صباح الخير والنور والسرور يا ابو نايف، انت والاخوان الحاضرين والمشاهدين. ونصبح على الملك سلمان وعلى ولي العهد وعلى الشعب السعودي وعلى الامه العربيه والاسلاميه، ونسال الله عز وجل ان يوفقنا فيما نقول.